صباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلدي وكان معنون على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الخميس، والخميس دايما بيبقى يوم مميز، ويوم مميز بالاخص عندي عشان النهارده عندي حدث مهم جدا 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 بالنسبه لي. فتحسوا ان اليوم فيه توتر، فيه فرحه، فيه حاجه غريبه كده، فما كانش ينفع ان انا ابداه الا بوجودي معاكم ونبداه بحاجه حلوه. بصوا يا جماعه، انا مش بتاعه صفقات، بس جت قدامي صفقه كشري حلو فقلت اجيبها لكم ورزقنا على الله. طيب الكشري الحلو اللي احنا هنعمله ده كلام حازم. الكشري الحلو اللي احنا هنعمله النهارده الايه؟ الكشري الحلو اللي احنا هنعمله النهارده حاجه كده سهله وبسيطه، وطلعت ترند اول الفتره اللي فاتت ديت. محل مشهور هو اللي عملها، وما شاء الله بعد ما عملها الفيسبوك كله انتشر بيها وبداوا ان هم يقلدوها. طيب النهارده هبدا ان انا هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، بطريقه مبسطه جدا، علشان كل اللي عايز يعملها او اللي حابب يجربها يقدر ان هو يجربها عنده في البيت. المقادير برده سهله وبسيطه، وارجع واقول مش شرط ان انا اقول المقادير سهله وبسيطه وانا حاطه مثلا كميات، حضرتك تعملي اقل، ممكن تعملي اكتر، ممكن تعملي على حسب ما انت عايزاه، مش شرط تعملي بنفس المكونات وبنفس المقادير اللي انا عاملاها. يعني دي لفه جلاش وده نص كيلو كنافه، فرمناه حمرناه نفس النظام، قصقصناه بالمقص وحمرناه بالشكل ده كده. عندنا بسكوت بالشوكولاته فرمناه، بسكوت لوتس فرمناه وسايبين منهم كام قطعه كده علشان التزيين بتاعنا. عندنا ايه تاني؟ صوص شوكولاته او شوكولاته قابله للدف، معانا صوص لوتس، وجايبين اللي هو على فكره الانواع المصريه، مش جايبين اللي هي المستورده، لا احنا جايبين الانواع المصريه ومزوداها شويه حليب علشان تديني القوام اللي انا عايزاه. صوص كراميل وصوص شوكولاته عاديين جدا زي ما انتم شايفين كده. ممكن بقى نحط مكسرات، ومش هنحط مكسرات، هنحط سوداني مجروش. بدل ما نحط كريمه لباني حاطين كريم شانتيه، بطريقه سهله جدا وبسيطه. طيب قبل ما ابدا في اي حاجه وقبل ما ادخل في الكشري الحلو اللي احنا عاملينه النهارده، افكر حبايبنا مشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليها افضل الصلاه والسلام، ونبدا حلقه الكشري الحلو. هنبدا طبقه طبقه كده ونعملها. طبقه بتتكون من ايه، او علبه الكشري الحلو بتتكون من ايه؟ بتتكون من تحت من رز بلبن، ده الاساس بتاعنا. فاحنا النهارده هنعمل رز بلبن، سالقين رز وهنحط عليه حليب، وهنبدا نحط له مواد الربط بتاعته. مواد الربط بتاعته اللي هي ايه؟ انا النهارده مستخدمه كريم شانتيه ونشا، مش مستخدمه اكتر من كده، والسكر طبعا حسب الرغبه. بس بس بس، وشدوا 100 خط تحت بس دي، اوعوا تزودوا السكر. ليه؟ علشان انا عندي سكريات، هيتحط صوصات وهيتحط كريم شانتيه، كريم شانتيه مسكر، وهيتحط حاجات حلوه كتير. اولا الكنافه والجلاش معمولين بسمنه، فادي دسامه، مع الدسامه بتاعت الرز بلبن دسامه زياده، مع الصوصات والفليفر اللي احنا هنحطها، مع الصوصات اللي هنحطها، فهو كميه سكريات غير طبيعيه. فهنقلل السكر في الرز بلبن علشان يطلع معانا في معادله مظبوطه كده او تجانس مع الطبقات اللي احنا هنحطها. الله ينور عليكي رغده، دلوقتي بتقولي مع انك في العاده بتخلي السكر زياده عن التست الطبيعي عشان يطلع مظبوط. ده في العادي يا رغده، ده فعلا في العادي، لكن احنا النهارده حاطين عليه فليفر كتير، حاطين عليه صوصات كتير، فشيء طبيعي ان انا مش عايزه اللي يجي ياكل الرز بلبن اللي احنا هنعمله نفسه تجزع، ما يبقاش السكر زياده عن اللزوم. طيب انا خدت دلوقتي حليب اهو، حطيته على الرز اللي احنا سالقينه بالشكل ده كده. الرز بلبن الطبيعي اللي احنا بنعمله مقاديره نازله على الشاشه، بس الرز بلبن اللي احنا بنعمله الاساسي او رز الخلاط اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، خدت نص الكميه او ربع الكميه ضربتها في الخلاط ورجعت رديتها للرز بلبن تاني. ليه عملنا كده؟ هقول لكم بعد ما نشوف المقادير بتاعتنا. الكشري الحلو النكهات بتاعتنا، لا كان في انتوا في صفحه شلتوها، طب ممكن تنزل تاني؟ يلا مقادير الرز بلبن بتاعنا النهارده، عندنا كوبايتين رز مصري غسلناهم شطفناهم بس كده، ورحنا حاطينهم على النار مع لترين ميه. طيب حطيت معاهم ايه؟ انا غاليه 3 لتر حليب مع الكوبايتين الرز دول،
علشان ما يبقاش ان هو منشي قوي وزياده قوي، لان انا حاطه له نشا وحاطه له كريم شانتيه. طب انا لو مش عايزه ان انا احط كريم شانتيه ومش عايزه احط نشا ولا اي مواد رطب، هقول لك تعملي ايه، وهتلاقيه ان هو مسك بنفس النشا بتاعته من غير ما تحطي اي مواد رطب. طيب عندنا سكر حسب الرغبه، ولازم السكر يكون في المعقول، ما يبقاش ازيد، لان احنا حاطين فيه نكهات وفي صوصات كتير حاطينها. عندي كريم شانتيه، وعندي ايه كمان، عندي نشا، وعندنا ايه تاني، النكهات بقى بتاعتنا. احنا حاطين الكشري الحلو، بيتكون اول طبقه رز بلبن، تاني طبقه جلاش متحمر بالسمن البلدي، تالت طبقه كنافه متحمره بالسمن البلدي، وبنرجع بعد كده نحط عليها ايه، اي نكهه انت عايزاها بقى. عايزه تحطي بسكوت بالشوكولاته، بسكوت لوتس، طبعا البسكوت بالشوكولاته بيتحط عليه الشوكولاته قبل للدهن، بسكوت اللوتس بيتحط عليه صوص اللوتس بتاعه. بنبدا ان احنا نزين على الوش بمكسرات، هنحط سوداني اهو معانا، وطبعا في طبقه كريمه بتتحط قبل النكهات دي، في طبقه كريمه بتتحط قبل النكهات. يلا بينا كده اهو، ادي الكريم شانتيه اهو. طيب في الاساس احنا النهارده بنتكلم في ايه، ان احنا عاملين الكشري الحلو في البيت بس مغيرين في المقادير بتاعته. يعني ايه مغيرين في المقادير بتاعته؟ عاملين رز بلبن، رز بلبن معلوش اختلاف، وهقول لك تعمليه ازاي لو انت هتعمليه بره الكشري الحلو. طيب الجلاش والكنافه في المحل المشهور بيعملوه بسمن بلدي وبيبقى تقيل قوي ودسم، انا ما حمرتوش في سمنه، ما انا عملت ايه؟ لا انا كل اللي عملته قصيت الجلاش مربعات صغننه كده وحطيته في الفرن. سامعين؟ مش بسمنه ولا اي حاجه. شايفين كده؟ ماشي؟ ببدأ إن أنا أكسر كده علشان يدخل في العلب. قصيته مكعبات كبيرة شوية، وبعد كده حمصته من غير أي سمنة، بصوا المنظر، ومقرمش وزي الفل. طيب كده أنا قللت الدسامة بتاعته شوية. أجي على الكنافة نفس النظام، أنا ما عملتهاش بسمنة عشان برضو اقلل الدسامه شويه وفي نفس الوقت اقلل التكلفه. عملت ايه؟ اتحمرت في الفرن، ضربتها في الكبه، فرمتها، ورحت حطاها في صاج في الفرن من غير اي سمنه ومن غير اي حاجه خالص. بصوا شايفين؟ بصوا المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. طيب جبت البسكوت اللي بالشوكولاته المصري وفرمته، جبت ال هو ده مش روتيس، هو في حرف متبدل فيه لان ده المصري مش المستورد، تمام، برضو فرمناه. جبت سوداني، بدلت كريمه الخفق الغاليه بكريم شانتيه. فانا عامله الكشري الحلو بمقادير على قد ايدينا، بمكونات بسيطه ما فيهاش التكلفه اللي انتم متخيلينها. ونصبح على مين يا رغده؟ ونصبح على ام حنين ونقول لها صباح الهنا. يا خساره، حاولي تكلميني تاني يا ام حنين. كده عرفنا ايه البدايل عندنا بالمكونات المصريه بتاعتنا والبدايل بتاعتنا علشان نبدا ان احنا نقلل التكلفه شويه. قلنا كل حاجه ايه البديل بتاعها. طيب هنيجي دلوقتي للرز بلبن. لو عايزه تعملي رز بلبن يطلع معاكي حلو جدا ومظبوط على الشعره، ممكن نعمل الرز بلبن الخلاط. ايه رز بلبن الخلاط ده يا نونا؟ انا ما شفتش الحلقه دي، اقول لك يا ست الكل. احنا عملنا دلوقتي اهو، حطينا اللبن وحطينا الرز، وادي السكر بالشكل ده كده. والسكر المره دي انا عايزاه يكون مظبوط على الشعره او اقل كمان من المظبوط علشان الصوصات اللي احنا هنحطها. طيب شايفين كده اهو، خفيف محتاج ماده ربط. احنا بنستخدم ماده الربط ايه؟ يا نشا، بحط معاها كريم شانتيه، وساعات كمان بحط معاها عشان يطعم لي اكتر، الله ينور عليكي، بحط سحلب، بحط سحلب بودر اللي من غير سمسم ومن غير مكسرات، بحطه ببدا ان انا اتقل بيه كمان، يدي ريحه حلوه قوي ويدي تطعيمه في منتهى الجمال. كل دي مواد رط انا بحطها، لكن النهارده انا هحط كريم شانتيه ونشا بس. طب حضرتك لو مش عايزه تحطي مواد رط خالص، الله ينور عليكي، والله عارفه انا بعد كده هجيب لك كرسي هنا وقعدك جنب تسمعي. هنعمل ايه؟ زي ما رغده قالت كده، هناخد جزء من الرز ده اللي باللبن واضربه في الخلاط. لما اضربه في الخلاط هيتقل، اروح مرجعاه تاني للحله، هيبدا ان هو الخليط يبقى كريمي. هسيب النص واضرب النص، او عايزه تسيبي النص وتضربي الربع ما عنديش اي مشكله، فهيديكي تقل.
هيبدأ الرز بعد ما يتضرب هتلاقيه ان هو بيدي نشا، فهينشي الرز بلبن معانا، فمش هتحتاجي تحطي مادة ربط. لكن النهارده انا عايزه الرز بلبن سليم، عايزه تعمليه بطريقه الخلاط ما عنديش اي مشكله، الطريقه اللي تعجبك اعمليها. وهبدا ان انا استخدم نشا واستخدم كريم شانتيه كماده ربط النهارده للرز بلبن. هقول لك على حاجه، ممكن تعملي الرز بلبن بتاعك عادي جدا وتروحي واخده منه اطباق تعمليها وتحطيها في الثلاجه ان انت عملتي رز بلبن عادي، وتاخدي طبقين ثلاثه وتعمليهم للكشري الحلو، يبقى انت عملتي ده وعملتي ده. بصوا كده، هو انت بتعملي ايه يا نونا؟ انا دلوقتي يا ست الكل خدت النشا وخدت الكريم شانتيه ضربتهم كده او دوبتهم في شويه ميه علشان لما اجي احطهم على الرز بحليب السخن ما يكتلوش، ما هو ده سخن. عارفين لو الحليب هنا عندي بارد ما عنديش اي مشكله، هروح واخده دول حطاهم وابدا ان انا اقلبهم بالمضرب السلك هيدوبوا على طول، لكن ادام سخن ما ينفعش احط نشا او كريم شانتيه او سحلب بودر او اي ماده من مواد الربط على الحليب وهو سخن. ليه؟ هنلاقيه كتل ومش هيدوب ومش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. فعلشان كده يفضل ان احنا نضربه بره كده او ندوبه قبل ما نضيفه على الحليب السخن على النار. بالشكل ده كده. يبقى دي اعمال الرز بلبن الاصليه بتاعتنا. عايزه توظفيه كشري حلو ماشي، عايزه تعملي له رز بلبن عادي كده وتقدميه ما عندناش اي مشكله. بالشكل ده كده. كده دوبنا النشا ودوبنا الكريم شانتيه خالص اهو، مفيش اي حاجه مكتله. اجي كده ومعايا المضرب السلك، بصوا بندوب بالراحه خالص ازاي، وابدا ان انا انزل كده وانا بقلب. هيبدا مع السخونيه بتاعه الحليب بيبدا ان هو يتقل معايا، يبدا الخليط يبقى كريمي. رغده معايا؟ عايزه نشا او ميه ورد؟ مضرب ايه؟ عايزه نشا او ميه ورد؟ بصوا بنقلب على الهادي كده، والرز بلبن شغال عليه النار، ونبدا ايه بالراحة كده لحد ما يتقل معانا. طيب خلوا بالكم من حاجة، أنا عندي نشا حامية ونشا باردة زي ما عندي بالظبط خل حامي وخل بارد. يعني إيه خل حامي وخل بارد؟ يعني إيه نشا باردة ونشا حامية؟ يعني في نشا مجرد ما تحطي منها معلقة صغيرة على شوية المية أو ربع كوباية المية وتحطيها على الرز بلبن تلاقيه شكل بسرعة، مجرد ما تشم النار تشكل بسرعة وتتقل وتتقل. زي الخل بالظبط، في خل اول ما تطش بيه الثوم وتشم الريحه الله اكبر، وفي خل اول ما تحطيه على الثوم تحسي ان انت حطيتي ميه ملوش ولا ريحه ولا نكهه ولا 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 شمخه كده، نفس النظام كده. طيب ده نعرفها منين؟ ما بتعرفيهاش للاسف الا بعد ما بتحطيها على الصنف. يعني انا دلوقتي عملت الكريم شانتيه وعملت النشا ودوبتهم في شويه ميه وحطيتهم على الحليب ومعليه النار مش عاليه قوي، على نار متوسطه علشان يبدا الحليب يفضل ان هو سخن ويبدا ان هو يشكل. طيب انا شايفه لو النشا عندي حاميه مجرد ما احطها واقلب كده تقلت، بس تقلت اللي هو الخفيف، فهي محتاجه كده ايه؟ محتاجه شويه نشا كمان. هحط معلقتين كمان على ربع كوبايه ميه واضيفهم، بس خلي بالك ما اقدرش ان انا اخد الخطوه دي الا لما اسيبه مثلا شويه كده على النار، يعني هو كده شويه تمام جدا. بصوا خفيف ما تقلش، ولما اجي اتقل نشا ما كترش، معلقتين صغيرين او معلقه كبيره مليانه احطها واقلب شويه، لقيت ان هي ما شكلتش معايا ازود، كتر النشا مش حلو. لو حطيتي كميه كبيره هتشكل معاكي في ساعتها وهتفرحي، لكن لما تيجي تغرفي الرز بلبن هتلاقي من كتر النشا اللي اتحطت هتلاقيه شقق، الوش بتاعه ما بقاش كريمي، الوش بتاعه ما بقاش ناعم، تيجي تاكليه كده او تسيبيه لتاني يوم مدي خطوط مفتوحه، مفتح الوش بتاعه مشقق ومفتح. فنخلي بالنا من موضوع النشا ده قوي. دلوقتي تمام هنحط نشا وهنحط ميه ورد او فانيليا، ليه؟ علشان يديني تطعيمه حلوه قوي للرز بلبن وتكون مميزه. شويه ميه صغيرين اهم،
حوالي نص كوباية أو كوباية إلا، هحط فيها معلقتين كبار من النشا، وياخدهم كلهم يا ماخدهمش. ادي معلقة وادي التانية. انا بعمل كل حاجة قدامك عشان ده اللي هيحصل معاكي في البيت، تبقي عارفة تتصرفي ازاي. حبايبي اللي لسه بيدخلوا المطبخ جداد يبقوا عارفين لما يجوا يعملوا رز بلبن لو في مشكلة وقفت قدامهم يبقوا عارفين بيعملوا ايه ويتصرفوا ازاي. طيب دوبت معلقتين كبار، هاخد كده وهنا، بصوا ما تقلش ولا حاجة اهو، تقل سنة بسيطة من اول ما ايه ما حطيت الكريم شانتيه النشا اهو، حطيت نص الكمية بس، نص الكمية بس. هقلب فيه شوية لحد ما ترجعوا لي من الفاصل عشان اتاكد هل هو هيحتاج شوية النشا دول كمان ولا هيحتاج ازيد، ولا هو هيتقل مع حرارة البوتاجاز ومش هيحتاج خالص. هنعرف بعد الفاصل، مش هعمل اي حاجة في الرز بلبن الا لما ترجعوا لي. طب مية الورد هتحطيها امتى؟ مش دلوقتي. ايه؟ مش دلوقتي، بعد ما اقفل، بعد ما يتقفل وتشال من على النار، لان لو حطيتها دلوقتي هتطير، هتحس بريحتها اول ما تتحط، لكن وهي على النار هتطير، مش هتلاقي لها ولا طعم ولا ريحه. عشان كده بنقول تتحط امتى؟ بعد ما الصنف يستوي خالص وتبداي تشيليه من على النار. يلا بينا ياسمين نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكمل الرز بلبن بتاعنا النهارده، اول طبقه من طبقات الكشري الحلو، ونشوف هنجمعه ازاي وهنعمله ازاي بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلديك. زي ما حضراتكم شايفين كده ضفنا نشا تاني، نشا ميته. المشكله الموضوع مش موضوع ان احنا بنبقى عارفين، يعني انت جايبه النشا وانت ونصيبك، بقى جايبها اكياس، جايبها من عند العطار سايبه، انت ونصيبك، يعني على حسب ايه اللي بيطلع معانا. ادينا ضفنا نشا تاني ولما نشوف ايه اللي هيحصل معانا. وراكي حاجه يا ياسمين؟ وراكوا حاجه؟ الدنيا مطوله. الدنيا مطوله معانا. بصوا كده ياسمين، هتبعتي لي نشا؟ ابعتي لي نشا، مش عارف. احنا عايزين محصول النشا. بصوا هتلاحظوا ان انا ما بقولش ان انا عايزه نشا زياده، او ان انا ما بفكرش ان انا احط نشا زياده الا لما بقلب شويه على النار. انا عليت النار، قلت يمكن النار تكون سخنه، مع ان الحليب كان سخن، فقلت يمكن النار، رحت معليه النار، قلبنا زي ما انتم شايفين كده. نفس النظام يبقى عندكم في البيت، ما تحطوش نشا وما تاخدوش قرار خطوه ثانيه للنشا ديت الا لما تسيبوه شويه وتقلبوه شويه علشان تشوفوا هيتقل معانا ولا فعلا هيحتاج نشا. انا شايفه كده بيتقل، بس عارفين التقل اللي هو تقل الضعيف، يعني بيتقل بالتيله، يعني بيتقل بالعافيه، بالبلدي بتاعنا كده بيتقل بالعافيه. بصوا انا شايفة ان الحليب ما بقاش خفيف زي الاول، لكن مش التقل اللي انا عايزاه، مش الكريمي اللي انا عايزاه، مش التقيل اللي انا عايزاه، وما ينفعش اصبه بالشكل ده. بصوا كده القوام بتاعه عامل ازاي، ما ينفعش اصبه بالشكل ده، ما ينفعش اقول طب ما هو شوية وهيتقل، لا مفيش الكلام ده. بصوا شايفين خفيف، ما ينفعش اقول واعتمد ان هو ايه شويه وهيتقل معايا، طب ما انا لو سبته شويه في الاطباق وغرفته هيتقل معايا، لا يا حبيبتي مش هيتقل بالشكل ده كده، مش هيتقل التقل اللي انت عايزاه. طيب على ما تجيلنا النشا وعلى ما نبدا ان احنا نعمله، تعالي يا ياسمين نتكلم حبايبنا على الطقم ال 13 بتاعنا النهارده. يلا بينا. انت بتقعي مني في ايه؟ يلا بينا. الطقم ال 13 اللي معايا النهارده في صفحه سوق المطبخ زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك. النهارده معايا الجرانيت التيتانيوم، انا بحب الطقم ده جدا جدا جدا. ليه بحس كده؟
مش بحس كده بفخامه الطقم وانا شغاله، تحس ان انا ببقى مرتاحه نفسيا وانا شغاله في الطقم ال 13. ليه؟ شكل ايديه كويس وشكل الحله كويس والحجم بتاعها كويس. مش الشكل والحجم بس، لا ده الالوان بتاعته كمان كويسه. يعني هم النهارده منزلين الوان جديده من الطقم ال 13. كانوا عاملين ايه؟ كانوا جايبين الرمادي منه اللي بنستعمل بيه على طول، لكن بعد كده راحوا منزلين ايه؟ منزلين الازرق ومنزلين الاحمر كمان. منزلين الازرق ومنزلين الاحمر علشان يبقى عندك تنوع في الالوان، وعلى كل واحد حسب اللي هو محتاجه وحسب اللي هو عايزه وحسب اللي بيحبه. شرط مثلا او فرضا حضرتك مثلا جايبه طقم حلل تاني جرانيت رمادي، طب انت مش عايزه كله يبقى رمادي، فهم نوعولك طقم ال 23 نفس النظام، نوعولك بمعنى ايه؟ ان هم راحوا عاملين لك من ال 23 الرمادي عاملين لك منه الاحمر برضو والازرق. نفس النظام لل 13 عملوا لك برضو الاحمر والازرق. الاحمر نعم الاحمر كده ماشي، الاحمر والازرق والرمادي الثلاث الوان. ال 23 برضو في نفس النظام الاحمر والازرق والرمادي. الطقم ال 10 نفس النظام، ال 15 نفس النظام، كذا طقم حلل وكذا عدد حلل جرانيت وجرانيت تيتانيوم، هتلاقي منهم كذا لون على حسب اختيارك وعلى حسب اللي انت عايزاه، على حسب اختيارك واللي انت عايزاه. طب نلاقيهم فين يا نونا؟ وهل القطن دي بس اللي موجوده؟ لا يا ست، كل ده موجود، الاستانلس اللي بايدينا سيليكون احمر واسود، وموجود كمان الالمونيا الشاورما، موجود الصواني الالمونيا اللي هي العرض اللي نازل 9 قطع سواء المستطيل او المدور او البيتزا، موجود اجهزه كهربائيه جوه صفحه سوق المطبخ. طيب نوصل لها ازاي؟ بطريقتين مالهمش تاني. اول طريقه وهي الكيو ار. ايه لازمته؟ ان حضرتك بتدخلي الصفحه بتشوفي كل اللي انت عايزاه وتنقي كل اللي انت عايزاه، كله على عينك يا تاجر اهو. ادي صفحه سوق المطبخ اهي، عليها واتساب، تمام؟ بتقدري تدخلي على الصفحه. في ال 23 الرمادي رجع من تاني وموجود منه كمان ازرق واحمر، وادي الازرق بتاعنا اهو، ادي الازرق بتاعنا اهو. انا النهارده شغاله في الاحمر والازرق محطوط ورايا، ممكن نجيبه كده يا ياسمين؟ الازرق اللي ورايا. تسلم ايديكي، شايفين شكله عامل ازاي؟ يفتح النفس، يفتح النفس، بصوا المنظر، الله اكبر، اللهم بارك. ايا كان العروسه بتحب الوان ايه جوه صفحه في سوق المطبخ هتلاقي. طيب موجود قلنا الطقم ال 13 والطقم ال 23 والطقم ال 15 والطقم ال 10، كل واحد فيهم بالوان مختلفه. موجود العجانات ثلاث مقاسات، 5 لتر و7 لتر و10 لتر. ال 10 لتر كنت بقول ان هو اربع اجهزه في جهاز واحد، لا ده العجان ال 10 لتر بقى 5 اجهزه في جهاز واحد، اللي هو ايه؟ عندك فيه الخلاط، عندك مفرمه اللحمه، عندك مكنه البسكوت، وعندك العجان نفسه، وعندك كمان الجهاز او القطعه اللي بتخلي ايه؟ اللي بتحشلك الهنك. يبقى كل دوت موجود في العجان اللي هو ال 10 لتر. طيب عندنا، واللي طبعا الحلل بتاعته استانلس 18 على 10 يعني ما بيصديش. عندنا ايه كمان في صفحه سوق المطبخ اقدر استفاد بيه؟ هتلاقي كاسات، هتلاقي كوبايات، اطقم صيني، اطقم بورسلين، هتلاقي اطقم عشا، هتلاقي محضر الطعام اللي بيقوم ب 38 وظيفه، هتلاقي الخلاط الجبار بتاعنا اللي ما بستغناش عنه، هتلاقي ايه كمان؟ هتلاقي الاير فراير موجود معانا، فكريني يا رغده، هتلاقي مبرد الميه بيديكي ميه ساقعه وميه سخنه، بتلاقي الفرن ال 50 لتر وال 45 لتر، كل دوت موجود في صفحه سوق المطبخ. كل دوت مش محتاجه ان انت تروحي وتلفي وتيجي علشان تلاقيه. كل اللي عليكي تدخلي على الصفحه، تدخلي على الكيو ار، تدوري على كل اللي انت عايزاه، اطلبي الارقام التليفونات اللي قدامنا 3 ارقام للثلاث شبكات، واطلبي كل حاجه هتجيلك لحد باب البيت. طيب ارجع واقول، انا قلت قبل كده مليون مره ان صفحه سوق المطبخ هي مش صفحه، هو مول كامل، مول كامل، ادوار، ادوار، دور للحلل، دور للاجهزه الكهربائيه، دور للصيني، دور للكوبايات، دور للازاز، دور لكل حاجة انت عايزاها هتلاقيها جوه صفحة سوق المطبخ. ايه اللي بيميز صفحة سوق المطبخ او مول سوق المطبخ عن اي مول تاني؟ ان حضرتك عندهم خدمة ما بعد البيع حلوة جدا، مش الموضوع ان هم باعولك وخلاص فما لهمش اي علاقة بالمنتج تاني او بيك تاني، فيش الكلام ده. عندهم خدمة ما بعد البيع حلوة قوي، عندهم ضمانات على كل جهاز وكل طقم حلل بتشتريه من عندهم، عندهم كمان الاسعار بتاعتهم ما بتتقارنش باي سعر بره خالص، الاسعار بتاعتهم ما تتقارنش. يبقى صفحه سوق المطبخ الاضمن والاقرب والاوفر، وانصح بيها لكل عروسه ولكل ست بيت عسليه بتتفرج عليه. اعمل ايه؟
اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ حطينا كمية نشا ما تتحطش. بصوا انا راح اتخانق مع بتاع النشا، عرفيني الراجل ده مين؟ صح؟ صح؟ انا بقول كده برضو. لا لا بصي انا عايزه اقول لك، بصي بصي يا ياسمين، رغده قالت لي دلوقتي اقتراح، وده انا كنت برضو بفكر فيه، ان احنا هنجيب الخلاط بتاعنا ونضرب جزء منه علشان نشوف ان هو يتقل من النشا بتاعه الرز نفسها. ده الحل الوحيد اللي قدامي. انا مش هحط نشا تاني، انا مش عايزه احط نشا، كفايه قوي كميه النشا اللي اتحطت دي. يلا يا ياسمين نطلع فاصل، نطلع فاصل نجيب الخلاط ونشوف اخرتها مع الرز بلبن بتاع النهارده ده ايه. خليكم مستنيين شويه، راجعين مع نونا واخره الرز بلبن بتاع الكشري الحلو. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. زي ما حضراتكم شايفين كده بنعمل ايه؟ بنعمل بقى ادام النشا الصناعي ما جابتش معانا نتيجه، نعمل نشا طبيعي على ايدينا. ايه النشا الطبيعي اللي على ايدينا ده؟ ان احنا خدنا جزء من الرز اللي احنا عملناه بالحليب وهنبدا نضربه في الخلاط علشان يبقى القوام بتاعه، مطلعين النشا بتاعت الرز نفسها ويبدا القوام بتاعه يتقل لنا الرز بتاعنا. بصوا كده شفتوا كمية النشا اللي احنا حطيناها دي؟ احنا لو هي النشا حامية كان زمان الرز ده قافش كده ومكتل، لكن بصوا لا انا عايزاه بقى اتقل من كده سنة. هنعمل له ايه؟ النشا الطبيعية. داخلة اشغل الخلاط من غير ما احط الغطا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام وزي الفل. اعمل كده وبصوا بقى كده شايفين اللي نازل ده؟ ده كده نشا طبيعي من الرز، هيخلي الرز بتاعنا كريمي. بصوا بصوا بصوا، شايفه يا ياسمين تقل في لحظتها ازاي؟ بصوا المنظر كده، احنا عملنا نشا طبيعي منه فيه للرز بلبن. كده بقى الرز بلبن عندي جاهز ومش محتاج ان هو يتحط على النار اكتر من كده. هشيله وابدا بقى اسيبه ايه؟ يهدى سيكه بسيطه كده اهو، او هحطه في العلب بتاعتنا واسيبه يهدى قبل ما احط باقي المكونات. طيب الرز بلبن اللي احنا عاملينه دوت مش كله هنستخدمه للكشري، لا ده احنا هناخد منه جزء كمان علشان لو احنا عايزين ناكله لوحده. طيب نشيل من على النار. بسم الله، شلت من على النار ميه الورد بالشكل ده كده عشان اخد بقى ريحه حلوه وتطعيمه تجنن للرز بلبن تفضل معايا كده. تمام، الريحه كده مفحفحه، حتى لو هتحطي فانيليا مش هتحطي ميه ورد برضو تحطيها في الاخر. طيب نجيب العلب بتاعتنا، هو ده السيجمنت التالت. اوكي ضيعنا الحلقه كلها في عمل رز بلبن، ايه اللي تعاد؟ نشا مجرمه. بسم الله نعمل كده بالشكل ده ونسيبه يهدى. مش عايزه اقول لك يبرد علشان ما تقعديش طول النهار تعملي زينا كده في الرز بلبن، فلا نسيبه يهدى علشان لما نيجي نحط عليه الطبقات التانية تبقى ماسكة معانا. يهدى خالص، يهدى خالص علشان لما تيجي تحطي الكنافة
والجلاش على الرز بلبن، السخونيه بتاعت الرز بلبن ما تطريش الجلاش والكنافه ويروحوا مهبطانين. انت ممكن كمان تعملي الرز بلبن وتحطيه في التلاجه بعد ما يبرد، اصلا يبرد معاكي خالص من السخونيه، تروح حطاه في التلاجه يسقع وبعد كده تطلعي تشكلي. تحطي بقى على الوش مانجا لو عندك مانجا ومفرزاها مقطعه مكعبات، عايزه تحطي بسكوت بالشوكولاته زي ما احنا ما هنعمل، عايزه تحطي لوتس، عايزه تحطي اللي انت عايزاه، انا ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. اي صوص انت بتحبيه حطيه، اي حاجه عندك وظفيها، والله ما هتقول لك لا. انا عايزه اجيب بس دي كده شويه، بصوا مش عايزه طبعا تجيبي العلب دي، ما عنديش اي مشكله، اعملي حاجه من عندك من البيت، تاخد بس الطبقات معاكي. انا جايبه ليه العلب دي علشان يبقى زي اللي بيتباع بره بالظبط بالشكل ده كده. يبقى اول طبقه هي طبقات الرز بلبن معانا بالشكل ده. لما اجي اشكل دلوقتي واجي ازين او احط النكهات، هاخد من اول واحده على اساس ان هي تكون بردت معانا شويه. ممكن تعملي كوبايات اصغر من كده اكبر من كده على حسب ما انت عايزه. ممكن يبقى عندك كاسات في البيت تعملي الطبقات بتاعه الرز بلبن دي او الكشري الحلو وتعمليها وتبقى باينه معاكي كده من طبقات الكاسات، برده هتبقى حلوه قوي معاكي. تعملي بقى وتوزعي على جيرانك وحبايبك، النبي وصى على سبع جار، تدي جيرانك اللي في البيت. عادات وتقاليد امهاتنا وجدودنا بتوع زمان اللي لازم حلو يتعمل في البيت، والنبي حتى لو حلو وحادق، بس الاكلات اللي هي اللي ما بتتعملش كل يوم. حبه رز بلبن، حبه مهلبيه، عملت زلابيه، عملت بلح الشام، عملت صينيه بسبوسه، حتتين في طبق كده لكل حد في البيت، هيبقى ربنا يبارك. وبصي هتلاقي ناس بيكلموكي او بينادوا عليكي كده من بير السلم ماشي، وقلت تقول لك ايه، والله ده ماما كانت لسه بتقول ان هي نفسها فيها، والله العظيم ده لسه ابني بيقول ان هو كان ولسه كنت هعملها. فتخيلي انت لما تخبطي كده على باب، او بنوتك تخبط على باب حد من الجيران وتدي له طبق فيه حاجه حلوه، او لو عامله محشي وعامله كميه كبيره وكل بيت كل شقه كده تطلعي لها طبق الحاجات اللي هي الغريبه دي، فهماني؟ فصدقوني اتمنى 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 والله العظيم ان العادات دي ترجع تاني، علشان بجد الواحد مفتقدها جدا. انا مش مفتقداها في بيت ماما بصراحه، لان ماما يعني ربنا يديها الصحه ويعافيها، مفيش حاجه ما يعني مفيش حاجه بناكل منها الا لما لازم توزع على البيت كله. ف اتمنى ان ما انتوا تعملوا اي حاجه مش ما عندكوش خلطه بالجيران في البيت، ما عنديش اي مشكله والله، ممكن توزعوا منها في الشارع عند اي حد. الرز بلبن دوت مش هنوديه في حته، لا ده احنا هنحطه في كوبايات واطباق، ما نرجع من الفصل هنغرفه ونحطه في التلاجه علشان يسقع. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان الناس اللي صايمه النهارده في القناه تبدا ان هي ايه تفطر عليه. هنعمل ايه؟ عملنا رز بلبن، عندي الكنافه، وقلت لكم ان انا عاملاها خفيفه جدا من غير ولا سمنه ولا حاجه ومتحمره كده، وعندي الجلاش، وبعد ما حمرناه رحنا كرمشيني او مفتفتيني بالشكل ده. هنبدا ان احنا نعمل كده. معايا ياسمين؟ معايا ياسمين؟ الو، ايوه انت انا بنادي على بتاع اللبن، انت فين؟ بسم الله، حطينا الجلاش. عايزه اقول لكم ما شاء الله ولا نزل ولا هبط ولا اي حاجه كده. ايه الفرق بينه وبين المحل اللي بره؟ ان انا مش محمراه بسمنه عشان يبقى اخف شويه، عشان لسه هيتحط صوصات ويتحط كنافه، عايزه تحمري بسمنه ما عنديش اي مشكله يا ست الكل، اعملي كل اللي انت عايزاه بالشكل ده كده. مش عايزه تحمري يعني، عايزه تحمري زي ما انا ما عامله كده، وعايزه تسكريه، عايزه يكون عندك مثلا شويه سيرب او شويه شربات وترشيه عليه علشان يبقى مسكر، ما عنديش اي مشكله، مش هيقول لك لا. اللي انت عايزه اعمليه، اللي موجود عندك وظفيه. هو الكونتر بتاع المطبخ اتهز، انا زقيته. كده نبدا نوزع كله. في ناس مثلا ممكن تكون عايزه جلاش بس مش عايزه كنافه، في ناس عايزه كنافه بس مش عايزه جلاش، على حسب ما انت عايزه.
بس هو تقسيمته او هو ترتيبه زي ما انا عامله لكم كده، رز بلبن يتحط جلاش محمر بالشكل ده، يتحط عليه طبقه كنافه، يتحط عليه طبقه كريمه. هو المفروض ان هو بيتحط كريمه خفق، لكن انا مش حاطه كريمه خفق. نعم. ايه صباح الفل، حلو عليكي. صباح العسل يا حاجه نعناع، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ انت عارفه ان انا وانا صغيره كانوا بيدلعوني بيقولوا لي يا نعناعه. يا سلام. كل سنه وانت طيبه وبصحه وسعاده يا ست الكل، تسلمي وتعيشي يا رب. انا تعالي. انا مش سامعه، تقول ايه؟ قالت ايه يا رغده؟ بتقولي ايه يا حاجه نعناع؟ هعمل عمليه قلب مفتوح، عاوزاكي تدعي لي. يا حبيبتي ربنا يا رب يتمها لك على خير وتخرجي بمليون سلامه وتنوري بيتك من تاني يا رب، اللهم امين. الله يخليك يا حبيبتي. طب اسمعي يا شيخه لونا. نعم. يا رب يجعل في وشك يجعل في وشك جوهره وفي بقك سكره. الله يسعد لي قلبك، ما نحرمش منك ابدا ولا من دعوتك. يا رب اللهم امين، اللهم امين. ويحسد فيكي جميع الناس. اللهم امين، اللهم امين يا رب. يا رب يا رب يا حبيبتي يا رب. وهبعت تهنئه لام تمام. قولي لها، شوفي عايزه تقولي لها ايه وقولي اموريني. ام جمال نور عيني وضيع نيا. يا حبيبتي ربنا ما يحرمكوش من بعض ابدا. ام اسلام واسماء وصاء. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويخليكوا لبعض. دول حبايب ومني هدايا. يا حبيبتي ربنا ما يحرمكيش منهم ولا يحرمهم منك ابدا يا رب. يا نونا يا نونا يا بنت البسيمه والطلقه العظيمه، يا رب تحميكي. يا رب اللهم امين، يا رب اللهم امين. يسعد لي قلبك يا رب ويهني عمرك. نورتيني يا ست الناس، نورتيني. بصي كده يا ياسمين، هو ايه الاستباحه الحلوه دي وايه الجمال ده كله؟ ايه الدعاوي؟ ده انا بتكلم على الدعاوي بتاعت الحاجه نعناع. عيني. بصي بقى يا ياسمين، بصي بنعمل ايه؟ حطينا رز بلبن، حطينا جلاش، حطينا كنافه. الكريم شانتيه اللي احنا حاطينه ده في المحل بيعملوا ايه؟ بيحطوا بداله كريمه لباني مخفوقه، لكن احنا مغيرين النهارده وعاملين حاجات على قد ايدينا شويه بالشكل ده كده. دسم دسمه يا بنتي ياسمين، مش قادره اقول لك. تفتكر الكريم شانتيه ده هيقضي يا رغده؟ بس ممكن ايه؟ ممكن كريم شانتيه. مرنو بسم الله. انتوا عارفه احلى، عارفين احلى حاجه بحبها في برنامجي ايه؟ تخيلوا كده. مش عارفين احلى حاجه بحبها في برنامجي ايه؟ والله غيركم. لا انتوا اكيد اكتر حاجه بحبها في برنامجي يعني ان انا بصطبح بيكم الصبح. لا انا بقول لكم، لا بعيدا عن دي، ان فتره الصبح دي اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بسرعه بسرعه. ان فتره الصبح دي اللهم لك الحمد والشكر يا رب اللي بيتفرج علينا امهاتنا وستاتنا، يعني كل البنات الصغيرين ولا الكلام ده كله بيبقوا في اشغالهم في مدارسهم بيتفرجوا على الاعاده. لكن ان ربنا يكرمني ان يبقى الصبح كده وست الكل زي ست الحاجه نعناعة كده او ام شيماء او اي حد بيكلمني الصبح كده ويديني دعوات حلوه بالشكل ده، انا ببقى مبسوطه جدا 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 بالدعوات اللي على الصبح دي جدا. بصوا هنا، ده كده اللي هو البسكوت اللي بالشوكولاته. طبعا انا بعمل ايه في حاجات متفرقه علشان هحط الباقي نكهات تانيه بالمنظر ده. اللي بيتحط عليه بسكوت بالشكل ده كده بيحطوا عليه ايه؟ بيحطوا عليه شوكولاته قابله للده، طبعا مش هنقول اسمها. شايفه الشكل؟ رغده فين؟ زمانها بتنهار مع الشكل ده.
رغدة التنهار مع الشوكولاتة القابلة للدهن. انا شايفاها والله مش عارفه انت بتحبيها قوي. انا بالنسبه لي بتقتلني. شايفين كده؟ نرجع بعد كده نتحط عليها. بالمنظر ده نحط عليها ايه بقى؟ دمار شامل. والله دمار شامل. ده الورد. ايوه ده الورد بتاع الكشري. ايه رايكم؟ تعالوا كده. فين هو؟ اهو. مرنا ياسمين محتاجه ده يفك بسرعه. بس يفك اللوتس ده يفك. صباح الفل يا امل. صباح الفل. صباح العسل والحلويات. عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. اموريني. عايزه اعمل كفته. انهي كفته فيهم؟ مشويه ولا كفته رز ولا انهي كفته ولا كفته فراخ؟ قوليلي. كفته فراخ. عينيا الاثنين. حاضر. ليكي طلبات تانيه؟ لا شكرا. نورتيني يا ست البنات. نورتيني مع الف سلام. بص حطينا هنا بلوتس. تعالوا نحط الكنافه اللي ما تحطش عليها كريم شانتيه على ما مرنا تسيح لنا الصوص بتاعنا. اللي عليها الكريم شانتيه اللي احنا حطيناه دوت. ومش عايزه تحطي نكهات ولا اللي هو البسكوت الشوكولاته ولا اللوتس ولا الكلام ده كله. هنعمل كده. بالشكل ده كده. قفش. بصي هعمل هنا حاجه يا ياسمين. ممكن اخد ديت عند محمود الناحيه دي لوحدها. بص انا بعمل ايه. ده نوع من انواع اهو ياسمين التزيين برضو. تسلمي يا رب. تعالي نعمل واحده شوكولاته. بتحطوا الكريم شانتيه لو انتوا مش عايزين تحطوا على الوش مثلا بسكوت بالشوكولاته او تحطوا مثلا بسكوت لوتس او الكلام ده كله. ممكن ان احنا نعمل الكريم شانتيه ونسويه كده ونيجي بطريقة سهلة وبسيطة كده. نحط أي صوص موجود عند حضرتك وبعود الخلة. نبدأ إن احنا نعمل كده بالشكل ده. نحط عجل هنا كده. سنة صغننة صوديني وهنا سنة صغننة صوديني. يبقى احنا عملنا شكل اهو يا ياسمين. يبقى احنا كده عملنا شكلين من تشكيل الكشري الحلو غير الصوصات اللي احنا بنعملها. اللوتس اهو. ونصبح على مين؟ ونصبح على اسماء. والله صباح الفل يا اسماء. الو الو صباح الهنا. عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الناس. عامله ايه؟ الحمد
الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بخير يا ست الناس، الله يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. واموريني. الحمد لله، انا بحبك قوي. الله يسعد لي قلبك يا رب، تسلمي وتعيشي. والله كل يوم بتفرج على حلقاتك كل يوم. يا حبيبتي ما نحرمش منك ولا من متابعتك ابدا يا رب، تسلميلي. ممكن اسالك سؤال؟ 10 اسئله مش سؤال واحد، اموري. انا عايزه طلبت المكرونه البشاميل. الايه؟ المكرونه البشاميل. عينيا الاثنين، حاضر. ليكي طلبات ثانيه؟ شكرا. نورتيني نورتيني يا ست الكل، نورتيني. ميرنا، ميرنا اللي بتحب اللوتس صح؟ ميرنا صح؟ لا قولي لها خلاص دي ليكي. بالشكل ده كده. بالشكل ده. مش عايزين اكتر من كده. يبقى عملنا ايه؟ عملنا بالبسكوت بالشوكولاته. وعملنا باللوتس واللوتس. وعملنا هنا بصوص الشوكولاته بس، وهنا بصوص الكراميل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ممكن تزينه زي ما انتوا عايزين، ممكن طبعا تحطوا على الكريم شانتيه تحطوا مانجا، انا ما عنديش اي مشكله، على حسب اللي موجود عند حضرتك وظفيه. مثلا مش عايزه تعملي في علب برده ما عنديش مشكله، ممكن تعملي في اطباق موجوده عندك، مش هتقول لك لا. فكل واحد على حسب المكونات اللي موجوده عنده وعلى حسب الحاجه اللي عايز يوظفها. مش شرط ابدا 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 تعملي اللي انا عاملاه، او مش شرط تشكلي باللي انا عاملاه. بالشكل ده كده. اتكلمنا النهارده عن الرز بلبن وقلنا نعمله ازاي، اتكلمنا كمان عن البدايل ان احنا ما عملناهوش بسمنه، ما حطيناش في الجلاش وما حطيناش في الكنافه سمنه علشان تبقى اخف شويه. كريمه الخفق اللي المفروض كانت تتعمل حطينا بدلها ايه؟ حطينا بدلها كريم شانتيه. حطينا بدايل كتير النهارده كانت مختلفه عن الوصفه الاصليه، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل المكونات شويه او نقلل الفلوس شويه اللي بنشتغل بيها زي ما انتم شايفين كده. ما عنديش حاجه تانيه. كشري حلو بطريقه سهله جدا وبسيطه من غير هلكه كتير. عايزه تعملي الرز بلبن النهارده، بصي بقى اقول لك الست المصريه لما بتحب تفكر بتعمل ايه. عملنا النهارده رز بلبن، وعملتي كام طبق منهم كده وشلتيهم في الثلاجه، وعملت الرز بلبن عادي اللي هم عايزينه اللي هو العادي اللي بيتاكل عادي وتسيبيه يسقع في الثلاجه ويتاكل عادي خالص. طيب هنيجي تاني يوم او تالت يوم في رز بلبن في الثلاجه، وانا عايزه اعمل لهم صنف حلو، ومش عايزه اعمل صنف حلو يكلفني من الاول وجديد ويهلكني. اعمل ايه؟ اروح مطلعه كام كوبايه الرز بلبن اللي في الثلاجه، واروح محمره حبه الكنافه، محمره مثلا ربع لفه جلاش او ورقتين ثلاثه جلاش من صنف انا كنت عاملاه، وابدا ان انا ازين اي صوصات، اي حاجه، اي حبه فاكهه موجودين عندك ممكن يتحطوا على الوش مش هيقولوا لا. يبقى رجعتي عملتي صنف حلو من شويه رز بلبن موجودين اصلا عندك في الثلاجه، يبقى عملتي صنف حلو في منتهى الجمال. اعملي وافرحي وفرحي ولادك باللي موجود، وما تقوليش اصل الحاجه غاليه. والله العظيم يا جماعه اللي عايز يعمل حاجه حلوه مش شرط ان هو يعمل حاجه غاليه. احنا كستات بنعمل من الفسيخ شربات، والست اللي بتبقى عايزه تعمل حاجه ما بتقعدش تتلكك وتقعد تجيب الموضوع على حته ايه اصل ما فيش والحاجه غاليه. في ناس بيبقى همها كله الاحباط اللي هو ايه، انت مثلا عملتي صنف حلو، جيت قلت لها ايه ده انا عملت صنف حلو في منتهى الجمال، يا شيخه صنف حلو ايه وايه هو ده مش متكلف، انت عارفه البيض بكام، انت عارفه الزيت بكام. ايه يا ست الكل في ايه؟ سهلي الدنيا على نفسك شويه. ما انت طول ما انت قاعده عماله تقول انت عارفه ده بكام وعارفه ده بكام وعارفه، انت نفسك بتحبطي نفسك وبتضغطي نفسك زياده. فالحكايه والحياه مش ناقصه ضغط، فمش طول ما انت قاعده بالبلدي بتاعنا كده تندبي. صدقوني الندب ده والله العظيم بيجيب الفقر. قولي الحمد لله. حاجة غالية وهنجيب على قدنا وهنعمل على قدنا، اللهم لك الحمد والشكر. يا رب يبارك في اللي بيجي. صدقيني أحسن بكتير ما تقعدي تحطي إيدك على خدك وتقعدي تندبي وتقولي إيه الحاجة ونعمل ونسوي. ليه؟ هل الندب اللي أنت هتندبيه دوت هيغير حاجة؟
هيرخص الاسعار؟ مش هيرخصها، بس بالعكس يعني عملتي، حطيتي لنفسك طاقه سلبيه، صدرتي لكل اللي حواليكي طاقه سلبيه، شيلتيهم من هم اكتر ما هم شايلين. الحمد، احمدي ربنا وارضي باللي هو قاسمهولك، هتلاقي الدنيا بتقضي والدنيا تمام وزي الفل. احمدوا ربنا وارضوا باللي بيعمله وارضوا باللي بيديه لكم، هيديكوا اضعاف اضعاف. بس احمدوا ربنا، ومش كلام بس وخلاص، لا، الحمد يبقى طالع من قلوبكم. احمدوا ربنا عشان يوصل لربنا ان هو طالع من قلوبكم. ربنا بيتعامل على اللي هنا مش على اللي هنا، فتعاملوا مع ربنا بقلوبكم واحمدوا ربنا من قلوبكم، هتلاقيه بيرضيكم ويرضيكم ان شاء الله باذن الله، وربنا يملى بيوتكم دايما خير وعمار يا رب. حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. النهارده او في اول الحلقه قلت لكم النهارده يوم مميز، النهارده حفله توقيع الكتاب بتاعي. اول حلم يتحقق ليا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. هكون موجوده ان شاء الله باذن الله في معرض الكتاب الساعه 5. اتمنى ان كل حبايبنا في كل مكان يكونوا موجودين عشان يفرحوا بيا، لان فرحتي مش تكمل غير بوجودكم معايا. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم ونالت رضاكم. اسيبكم بخير، والجمعه مباركه عليكم ان شاء الله باذن الله، ويتجدد لقائنا يوم السبت مع حلقه جديده من برنامجي وبرنامجكم البلدي يوكل على اقوى قناه طبخ في مصر، بي ام سي فود، قويه بيكم وليكم. اسيبكم بخير واسيبكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية، اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب، وتابع كل اللي فاتك.